اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباز. ممكن تعتبر مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد اللي اختتم اعماله النهارده في العاصمه الفرنسيه باريس وبمشاركه من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه مجرد مؤتمر عابر. لكن الحقيقه لو نظرت الى هذا المؤتمر ومره ثانيه مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد، لو بصيت له بهذا الشكل فأنت بتخطئ خطأ كبير جدا. هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات وأهميته تخصنا، تخصنا كمصر وتخصنا كإفريقيا وتخصنا كدولة تنتمي إلى العالم النامي، العالم اللي لا زال يعاني من آثار اقتصادية وسياسية كثيرة جدا. لكن إيه حكاية المؤتمر ده؟ المؤتمر ده نتيجة من نتائج كوب 27، مؤتمر قمة المناخ اللي يعني عقد في شرم الشيخ هنا. لأنه كان كل الكلام حوالين إنه العالم المتقدم، الدول الصناعية، الدول الكبرى، الدول الغنية عليها مسؤولية، مش مسؤولية أخلاقية فقط ولكن عليها مسؤولية مادية أيضا لمساندة ولدعم ولتعويض الدول النامية عن الأضرار اللي لحقت بيها بسبب التغيرات المناخية تحديدا. لأن التغيرات المناخية دي السبب الأساسي فيها هي الدول الصناعية دي، هي الدول يعني اللي أربكت المناخ، أربكت الكون اللي احنا عايشين فيه. فهم نتاج للصناعة عندهم ونتاج لممارساتهم الكون بيتغابى، يعني بالتعبير البلدي، واحنا شايفين احنا عندنا هنا في مصر يعني المناخ نفسه يتجنن تقريبا بما له من تأثيرات. لأنه حكاية التغيرات المناخية في بعض الناس معتبرها بس ان الجو يبقى حر شوية زيادة او الجو يبقى برد شوية زيادة، لا، المسألة فيها تأثيرات على صحة الناس وتأثيرات على الانتاج وعلى الزراعة، يعني تهدد تهديدات التغيرات المناخية تهديدات وجودية. مصر في قمة المناخ اللي كانت عندنا كانت مركزة على حاجة أساسية، وهي إيه؟ وهي تحويل الوعود إلى إجراءات. لأنه الرئيس لما حضر قمة المناخ كانت في باريس في 2015، في 2015 في قمة المناخ اللي في باريس دي اتفقوا على حاجة، قال لك يا جماعة احنا هنخصص دول الغنية دي، هنخصص 100 مليار دولار للدول المتضررة من التغيرات المناخية. فكان كلام جميل وكلام معقول وكلام محدش يقدر يقول حاجة عنه. طيب من 2015 حتى الآن ظل هذا وعدا معلقا في الهواء ولم يتحقق على الأرض. طيب في قمة شرم الشيخ قال لك لا، احنا محتاجين الأقوال تتحول إلى أفعال والوعود تتحول إلى إجراءات، لأنه الناس كل دولة من الدول المتضررة من التغيرات المناخية اللي سببها الدول المتقدمة لها حصة، لها نصيب في المئة مليار دول. ثم انه الاوضاع الاقتصاديه في الاساس حتى قبل مساله التغيرات المناخيه وما ترتب عليها، الاوضاع الاقتصاديه في الدول الافريقيه تحديدا، انت دول نهبت وسرقت وتم حصارك وتم استخدامك فقط كمصدر للماده الخام اللي الناس بتاخدها وبتصنعها وبتكسب منها يعني اضعاف الاضعاف. فانت برضو كعالم متقدم مسؤول عن الأوضاع الاقتصادية في هذه البلاد المثقلة بالديون. وهنا مثلا بعض الناس تعتبر انه لما يعني الدول النامية بتتكلم بهذه الطريقة في المؤتمرات الدولية وكأن احنا بنشحت، لا ما بنشحتش على الإطلاق، ما بنشحتش، لأنه هذه الدول يعني تسببت في ضرر كبير جدا وعلى هذه الدول أن تساهم في إصلاحه. ف 2015 قالوا 100 مليار دولار، لما جينا احنا في قمة المناخ 22 في القاهرة في شرم الشيخ قال لك تحويل المسألة لإجراءات، فجت هذه القمة اللي دعا ليها
الرئيس الفرنسي، واجتمع فيها عدد كبير زي ما حضراتكم تابعتوا من رؤساء الدول ومن افريقيا، وكان موجود الرئيس عبد السيسي، للحديث بقى انه لا خلاص مش مساله مؤتمرات ومش مساله ندوات ومش مساله قمم، لا مساله انه العالم لابد ان يتقدم خطوات على الطريق الصحيح لدعم ومسانده ومساعده وتعويض الدول المتضرره. ويمكن لانه وضعيه مصر يا جماعه والله العظيم وضعيه مختلفه. النهارده في المشاركه مثلا الرئيس عبد السيسي وهو بيتكلم في كلمته في الجلسه الختاميه قال طيب العالم اللي قال هندي 100 مليار ده انتوا معتبرين انها منحه او انها مساعده او انها حسنه، يعني الناس بتديها، لا احنا مش عايزينها منحه ومش عايزينها حسنه، احنا عايزينها في اطار شراكه، بمعنى انه مصر عندها فكره، ولما كانت في الاتحاد الافريقي لمده سنتين كان عندها تصور على البنيه التحتيه القاريه، ما هي افريقيا يعني برضو متنايله على عينيها في البنيه الاساسيه، فالبنيه التحتيه القاريه دي قال لك تعالوا اشتغلوا، المانيا هتدفع 5 مليار تعال هات شركات المانيه واشتغل وابني في الدول الافريقيه، فرنسا هتدي 4-5 اكتر اقل تعالى اشتغل، الصين تعالى اشتغل، وكأن انت مصر هنا والرئيس عبد الفتاح السيسي بيلقي طوق نجاه للعالم حتى يكون عالما محترما وعالما يعني يصدق في وعوده وفي اقواله. فكانت هذه القمه قمه كاشفه زي ما بقول لحضراتكم، والنهارده تحديدا في الجلسه الختاميه مصر وكأنها كانت تحاسب العالم على ما فعله، العالم المتقدم على ما فعله. لكن احنا هنتوقف شوية عند بعض ما قاله الرئيس، لانه خلي بالكم انت عشان تبقى يعني مواطن مشغول بقضايا حقيقية اللي هو الناس بتطالب يعني الاعلام بان هو يثيرها، عشان تبقى مواطن مهموم ومشغول بقضايا حقيقية المفروض تتابع ما قيل، الطرح اللي بتطرحه مصر، الكلام اللي اتقال. فخلونا فكرة ايه؟ انه كلمة مصر امبارح والنهاردة، كلام اللي قاله الرئيس امبارح والنهاردة، انا بعتبره مواجهة مع العالم المتقدم، انه بيضع الحقيقة او حقيقة ما حدث من هذا العالم امامه ونحاسبه عليه. طب تعالوا كده واحدة واحدة نسمع مصر قالت ايه، واهم الرسائل اللي جت في كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يشارك في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. خلونا نبدا، سمعونا شباب. مهم قوي ان انا اشكر فخامه الرئيس ماكرون على انه استضافه هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الازمه او الازمات المتعاقبه التي مرت العالم تقريبا على مدار اكثر من 3 سنوات. والحقيقه هي القت بظلالها الكبيره جدا على العالم وعلى يمكن بشكل اكثر وعبء أكبر على الدول النامية ذات اقتصاديات يعني هشة، ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما يمكننا من مواجهة تحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها. هنا المصارحة الواضحة جدا، وأنك بتتحدث بهذا الخطاب فأنت بتتحدث بشجاعة. أيوة يا جماعة، يعني إحنا يعني لم نتسبب في أزمات المناخ لكن إحنا الأكثر تضررا من هذه الأزمات، يعني أنت ما شاركتش ما ساهمتش. صحيح أنك ما ساهمتش ده مش معنى حلو، يعني مش حاجة كويسة، يعني في بعض الناس يقول لك طب الحمد لله والله إحنا ما شاركناش في التغيرات المناخية أو في التسبب في التغيرات المناخية، يعني واحد يقول لك آه والله إحنا كويسين، أقول لك لا، ما هو إحنا ما تسببناش، الناس صناعة، هو الدول المتقدمة دي تسببت في التغيرات المناخية أو الأزمة بتاعت المناخ دي لأن هم الناس عندهم صناعة.
لكن ولان الواقع هكذا فانت بتقول للعالم بشكل واضح جدا انا ما تسببتش في هذه الازمات، انا ما خلقتش هذه الازمات، لكن انا الاكثر تضررا منها، وطالما انت من تسببت فيها فاتفضل حضرتك لابد من المساهمه الواضحه جدا في جبر هذا الضرر. وهنا الرئيس عبد الفتاح الحقيقه لا يتحدث بلسان مصر فقط، هو بيتحدث بلسان افريقيا، مع الاحترام لوجود كل القاده والرؤساء بتوع افريقيا، يتحدث بلسان افريقيا ويتحدث بلسان الدول الناميه كلها. فدي نقطه مهمه جدا. طيب كمان التجربة المصرية بتفرض نفسها على حديث الرئيس، وعايز أأكد لحضراتكم فكرة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بدأناه في 2016. بس خلونا نسمع الرئيس الأول قال إيه عن الحكاية دي. أطلقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها، ووصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الامور كانت مبشره جدا جدا ان لو استمرينا بهذا الشكل الامور هتبقى هتحقق الهدف اللي احنا من اجله عملنا برنامج الاصلاح. لسوء الحظ خلال ازمه الكوفيد 19 والازمه الروسيه الاوكرانيه، انا بقول ان ده كان ليه تاثير سلبي كبير جدا جدا على مسار او على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفه، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه. هنا ايضا مهم قوي ان انا اقول في النقطه ديت ان احنا كان لنا خطه لاداره الديون اللي احنا عملنا بيها خطه التنميه المستدامه. برضو هذا الامر نتيجه الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات القى بصعوبات كبيره جدا امام استمرار نجاحنا الفعال في خطه الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا وبنصر على ان احنا ندير هذا الامر بما يحقق الاهداف الوطنيه. ناس كتيره ما بتبقاش شايفه ادراك الاداره المصريه لقيمه مصر وادراك الشعب المصري لقيمه مصر. مصر طول الوقت مش عاله على العالم، ولذلك لما بيبقى في مشكله في مصر بتلاقي في اطراف كتيره جدا بتحاول ان تتدخل لحل هذه المشكله. بس الوضع اللي عندنا واللي احنا لازم نبقى صرحاء في الحديث عنه ان انت فعلا اشتغلت في 2016 عملت برنامج اصلاح اقتصادي وبدأت تشتغل لحد بداية 2020، يعني بتتكلم 16 17 18 19 شغال كويس جدا وفي نتائج كويسة جدا. ولما كان الرئيس بيقول يعني بعد سنتين هتشوفوا العجب العجاب وبعد كذا هتلاقوا كذا، كان كلام بيستند إلى حقائق موجودة على أرض الواقع إنه في برنامج نمو اقتصادي ماشي بشكل كويس جدا. لولا أن تعرضت، وهنا المسألة مش حجة مش شماعة، يعني كورونا ليست شماعة، الحرب الروسية الأوكرانية ليست شماعة، ده غير الأزمات الخاصة اللي انت بتواجهها لأنه انت بتتعرض طول الوقت لحالة من التشكيك كل ما تفعل، وده ليه أثر سلبي، حرب من الشائعات والأخبار الكاذبة اللي هو ايه بيضعف أو بيجهد أو بينهك الجبهة الداخلية الناس، فالناس تبقى عايشة في مناخ تشاؤمي فمتشتغلش وما يبقاش عندها أمل وتبقى محبطة. فانت المتغير ده مش حاطينه في الحسبة لان دي حرب داخلية انت بتاخدها، لكن التأثير بتاع كورونا والتأثير بتاع الحرب الروسية الأوكرانية اللي هو يعني وقف عائقا وحائلا امام انك تتقدم بنفس الخطوات اللي انت كنت ماشي بيها من ساعة ما عملت برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016. وهذه حقائق على الارض بتقولها ليس لتبرير الظرف، انت انا ما يعني لا ابرر، ولكن انت بتفسر ما حد. وعايز اقول لحضراتكم على حاجه، لولا نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي دي اللي هي لحد 2020 او اول 2020 ما كناش احنا في مصر قدرنا نقف على رجلينا في مواجهه الازمات المتتاليه سواء بتاعه كورونا او اثار الحرب الروسيه الاوكرانيه، كنا جينا على الارض. الناس لازم تبقى واخده بالها وفاهمه ده وعارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. طب انت لما بتيجي تقول ده او بتصدره للعالم
انت بتشرح وضعك وبتشرح نفسك وبتقول رسالة واضحة جدا انه مصر دولة اللي بتقوم بأدوار كثيرة جدا، بتشتغل ازاي والوضع فيها عامل ازاي. طيب هتلاقي مثلا ده بيطلعنا الطرح، لانه مصر لا تذهب الى مثل هذه المؤتمرات لتشكو. مصر بتعمل ايه؟ بتوصف المشكلة ثم تقدم حل او تقدم مبادرة. سمعونا كده الرئيس قال ايه. توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز التمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأسباب. في هذا السياق ضروري تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. ختاما في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ، والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فأنه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأنا خاصا بالدول النامية. طب هنا الفكرة إيه؟ أنت بتحط الحل، وبتتكلم مع صندوق النقد الدولي، بتتكلم مع المؤسسات العالمية انه في ديون على الدول النامية وديون بتتعاظم. التعامل الطبيعي، يعني التعامل الطبيعي ما ينفعش يبقى هو نفس التعامل في وقت الازمات. وهنا في ناس كتيرة جدا ممكن تاخد على مصر ادائها ومسلكها مثلا في انك بتتعامل فعلا باخلاق في عالم لا يعرف الاخلاق، او بتتعامل يعني بهدوء كده في عالم لا يعرف إلا الصخب. لكن هي دي سياسة مصر الآن والدبلوماسية الرئاسية، اللي هو أنت بتحقق أكبر قدر من المكاسب دون الدخول في معارك ودون افتعال مشاكل ودون، يعني ما بتعملش ده طول الوقت. وده اللي خلى الرئيس برضو يشير لحاجة مهمة جدا، هو يا جماعة احنا مش قاعدين مستنيينكم، لأنه احنا بدأنا بالفعل إنك تدفع فلوس تنفق عشان تواجه الآثار والتداعيات بتاعت التغيرات المناخية. سمعونا كده الرئيس قال ايه. اسمحوا لي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد، لن ازيد عن الوقت المخصص، يعني ان انا اقول لكم جميعا ان مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر. وبقول فيه إن احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول حماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط. هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين. الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى فيه مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة. كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها، اللي هي
طاقة جديدة متجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها. هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جدا جدا، واتعملت خطة ديون لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده. الخطة كانت ماشية بشكل جيد، وكنا قادرين على أن احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا، ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، أنا أقدر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية أنها تراعي هذا الأمر، مش بس لمصر، لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي ظروفها. شكرا جزيلا. النهاردة بقى في الختام الرئيس كان يعني أكثر وضوحا وأكثر صراحة، اللي هو إيه؟ أنتوا قلتوا في 100 مليار هتعملوهم، في فرق بين الخطة والتنفيذ، أنتوا بتعملوا خطة، وضرب مثل بأنه كرئيس في رؤساء سابقين كانوا بيغرقوا الشعب في الوعود، هو لم يعد إلا بالعمل والصبر على النتائج. في ناس كتيرة بتحتج بتقول لا الرئيس يعني كان بيعد وبيقول بعد سنتين، دون إدراك أنه هذه الوعود توقفت عند التحديات الكبيرة سواء في كورونا أو في الحرب الروسية الأوكرانية. لكن الجزء المهم جدا وهو بيتقال بأدب شديد مع أنه هذا العالم الحقيقة لا يستحق كل هذا الأدب اللي مصر بتتعامل بيه، ولا يستحق كل هذا الأدب اللي الرئيس السيسي بيتعامل بيه بصراحة. يعني اللي هو إيه بيقول، يعني أنتوا الدول دي اللي بتيجي منها الهجرة غير الشرعية، يعني إفريقيا ومصر، وإحنا لسه عندنا المركب بتاع اليونان زي ما حضراتكم يعني شايفين، في مئات المصريين ماتوا في المركب اللي كان رايح إيطاليا وغرق عند اليونان. فبيقول الناس دول خلال العشر سنين اللي فات مات حوالي 27,000 واحد، أو آسف 2700 شخص سنويا، 27,000 في 10 سنين ماتوا. ليه؟ لأنه الأوضاع في بلادنا بفعل سياسات كتيرة جدا بيقوم بيها الغرب بيهجوا بيروح. طيب قال لك حاجة بسيطة جدا، ما هو أنت عندك عامل، عندك أمل وفرصة، وعامل عندي أنه لا أمل ولا فرصة. طب ما هو الشاب ده هيطلع من الأرض اللي هو فاقد فيها الأمل ومش لاقي فيها فرصة ويروح الأرض اللي فيها أمل وفرصة. النهاردة بالكلام الأخبار اللي جاية أنه تونس نجحت في إحباط 5 محاولات لهجرة غير شرعية. يعني إذن المسألة مش ساكتة، يعني كان عندنا المحاولة دي وناس غرقت بالمئات غرقوا. أنت تونس النهاردة كل وكالات الأنباء بتتكلم عن في 5 محاولات لهجرة غير شرعية، تونس قدرت تبطلها، توقفها، تحبطها. طب حلو جدا، اذا انت هنا العالم عدالة التوزيع، انه مصر في النهاية ارتضت ان هي تمنع الهجرة غير الشرعية. لكن اذا ظلت الامور واحنا عندنا 9 مليون، الرئيس بيسميهم ضيف، 9 مليون، 9 مليون دول في لحظة معينة برضو ممكن يبقى عايز يهج. فالرسالة كانت واضحة جدا للعالم، لأوروبا، للعالم المتقدم، إنه الأخطاء اللي ارتكبتوها دي لابد أن تمدوا أيديكم للمساهدة، المساهمة والدعم والمساعدة في حلها. وخلونا نستمع تعليقا على ما جرى في هذه القمة، وتعليقا على إدارة مصر لهذه المشكلة من خلال يعني الخطاب المصري، ومعي دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إكرام أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمد والسادة المشاهدين. يعني اللي حاصل طول الوقت الخطاب مع العالم، يعني الرئيس قاعد بيشرح الوضع، بيشرح المشكلة، مش احنا اللي تسببنا في التغيرات المناخية، لكن احنا الأكثر تضررا، انتوا قلتوا 100 مليار في 2015 والخطة ما تنفذتش، وانه في مشاكل في هذه الدول
يمكن أن تهدد استقرار واقتصاد الدول الأوروبية. يعني كيف تقيم هذه القمة والمشاركة فيها ومخرجاتها وخطاب مصر في هذه القمة؟ يعني هي قمة هامة بتضم تجمع عدد كبير من الدول والمؤسسات الدولية الاقتصادية وبتناقش عدة قضايا بتهم العالم ككل الحقيقة، وخصوصا في إطار تحديات وصعوبات تواجه العالم ككل. ولما نتكلم عن صعوبات وتحديات بتواجه العالم ككل بنقصد بتواجه ليس فقط الدول النامية أو الدول الأقل نموا، وإنما تواجه أيضا الدول المتقدمة نفسها بحكم طبيعة هذه التحديات. هنشوف حضرتك قضية زي قضية المناخ وما يمثله من تحديات، هذه القضية لا تواجه فقط الدول النامية، بل ربما الدول النامية هي الأقل تأثيرا في إحداث هذه السلبيات المناخ، بينما الدول المتقدمة هي المسؤولة مسؤولية أولى عن هذا التلوث بحكم تقدمها الصناعي. إذن قضية المناخ دي قضية تواجه الجميع. لما نتكلم عن الهجرة غير المشروعة، طب ما هي الهجرة غير المشروعة دي بتمثل تهديد للدول النامية وللدول التي تأتي منها هذه الهجرات، وتمثل أيضا تهديد وأخطار للدول التي تتوافد إليها هذه الهجرات. إذن بيتطلب الأمر تضافر جهود الجميع لمواجهة قضية المناخ والتحديات التي يفرضها، قضية الهجرة غير المشروعة. يعني ما هي الهجرة غير المشروعة دي بتأتي ليه؟ إيه سببها؟ سببها ضعف عملية التنمية وارتفاع معدلات الفقر في بعض الدول، صحيح، مما يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم ومحاولة اللجوء إلى دول أكثر متقدما بحثا عن إيجاد فرصة للعمل أو شيء من هذا القبيل. إذن قضية المناخ، قضية الهجرة غير المشروع، ممكن نضيف إليهم أيضا قضية الإرهاب. كل دي قضايا بتواجه العالم ككل، وتواجه الدول المتقدمة وتواجه الدول النامية. إذن السؤال ما هو العلاج؟ صحيح، العلاج هنا يكون بتضافر جهود الجميع، وبقصد بجهود الجميع يعني الدول الأكثر تقدما، الدول الصناعية الكبرى، الدول النامية. حتى لو تطلب الأمر أن تكون هناك بعض التضحيات من الدول المتقدمة، وبقصد بالتضحيات هنا يعني تضحيات اقتصادية أو مالية أو مساعدات أو شيء من هذا القبيل، لأن الناتج في النهاية سينعكس إيجابا أيضا على الدول المتقدمة. صحيح، في شكل عدم تدفق الهجرات، هي المستفيدة في النهاية بالتأكيد. إذن هي دي الفكرة أو هي دي الفلسفة، أنه طالما أن التحديات تواجه الجميع فلا بد أن يعمل الجميع. ده صحيح، أن تتضافر جهود الجميع لمواجهة هذه التحديات. صحيح، في هذا الإطار نقدر نتكلم عن مشاركة متميزة للسيد الرئيس في هذه القمة الهامة، واللي أعطى منها رسائل حقيقة مهمة للعالم. وأنا عاوز أقول هنا إن رسائل السيد الرئيس في هذه القمة ربما لا تتعلق بمصر فقط، وإنما أيضا تتعلق بالدول النامية، تتعلق بدول القارة الإفريقية. يعني أحد الرسائل على سبيل المثال هي موضوع الهجرة غير المشروع، واللي أشار إليها الأستاذ الرئيس إنها تسببت في فقدان الآلاف لحياتهم. صحيح، صحيح، في محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. طب كيف نواجهها؟ طلب الأمر تضافر جهود الجميع. يعني الفكرة يا دكتور إكرام إنه طالما أن التهديد يواجه الجميع فلا بد أن يتكاتف الجميع. أنا بشكر، بشكر حضرتك جدا. اتفضل. وخصوصا إن بعض هذه القضايا الدول المتقدمة بتتحمل فيها المسؤولية. يعني زي ما شفنا في قضية المناخ تتحمل فيها المسؤولية، سواء كانت المسؤولية مسؤولية سياسية أو مسؤولية أدبية أو مسؤولية إنسانية. ومن هنا أيضا نفهم فكرة الدعوة إلى إيجاد نظام أكثر عدالة للديون، ونظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة أيضا. وإذا كنا بنتكلم دايما أن في تغيرات وتحولات بيشهدها العالم نحو يعني نظام دولي سياسي جديد، فنحن أيضا وبطبيعة الحال في حاجة إلى نظام اقتصادي وإلى نظام مالي دولي جديد يحقق مزيد من العدالة ومزيد من المرونة في التعاملات الدولية. صحيح، شكرك جدا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلاقات الدولية. عايز أقول لحضراتكم تعليق بس، يعني الغرب والأمريكان
الغرب والامريكان في اوكرانيا تقريبا دفعوا اكتر من ال 100 مليار دولار دول بمراحل. فهل العالم بيدعم فقط الخراب، بيدعم الدمار، بيدعم القتل، ولما تيجي لي تكلموا عن دعم السلام والتسامح والعدالة يعني بيطنش؟ يعني هذا هو وضع العالم. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بحضراتكم من جديد. العالم انشغل خلال الأيام الماضية بأخبار الغواصة تيتان. عارفين حضراتكم غواصة فيها عدد من أثرياء أو أسرى أثرياء العالم، ناس حجزوا وخدوا الغواصة ونزلوا عشان يشوفوا الآثار بتاعة تيتانيك، سفينة تيتانيك الشهيرة. وحضراتكم ناس كتير معظمها شافوا الفيلم اللي وثق القصة بتاعت الفيلم. وبعدين تعرضت الغواصة دي فيها خمس مليارديرات تعرضت يعني لمشاكل، ناس قعدت تدور عليها، بقى في ترقب وحبس أنفاس انه الأكسجين في الغواصة بينتهي بيخلص، الناس دي هتموت. والعالم كان منشغل فعلا بمصير الغواصة ومصير الحقيقة المليارديرات اللي موجودين. ثم أعلن في النهاية أنه يعني ماتوا. في كمان انفجار داخل الغواصة أدى إلى وفاته. أنا رصدت الحقيقة أثناء متابعة هذا الموضوع حالة من النقاش حوالين إيه؟ يقولك هو يعني الناس دي معها كل الفلوس دي ومش مأمنين نفسهم، وإيه يعني اللي يخليهم ياخدوا الغواصة وينزلوا عشان يشوفوا آثار غارقة لي يعني سفينة من أكتر من 100 سنة تقريبا، تقريبا دي كانت 1912 تقريبا. إيه السلوك الغريب ده؟ وهل الإنسان مننا بيحب يعيش على حافة الخطر؟ يعني يروح كده ليه بيدخل تجارب، وهل ده طبيعي؟ هل الإنسان مش مفروض يبقى كده إيه هادي وساكن؟ وفكرت إن إحنا محتاجين قراءة نفسية لهذه الحادثة. يعني الناس دول بيفكروا إزاي؟ هم رايحين وفي نسبة مخاطرة كبيرة، ممكن في نسبة مخاطرة كبيرة. خلونا نستمع من الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا محمد بيه. ازيك يا دكتور محمد؟ يعني انا اهلا بيك يا فندم. انا ببتعد عن التفاصيل بقى بتاعه الغواصه ومش عارف ايه. السؤال اللي الناس كتير بتتكلم فيه، هل فعلا الانسان مننا بيميل بطبعه بفطرته الى تجريب اشياء خطر، بيحب يعيش في يعني جو سسبنس؟ الناس دي اللي هم بيقول لك يعني مليارديرات وفجاه بيروحوا وهم عارفين انه ممكن يتعرضوا للخطر، يعني قراءتك النفسيه لهذه الحادثه ايه؟ طبعا انا لما كلموني النهارده قالوا لي هتكون مداخله مع حضرتك، فالنهارده اليوم العائلي بقى قاعد مع الولاد. يعني معلش بناخدك من العيله. لا سالتهم قلت لهم انا هدخل مع دكتور محمد في النهار على قناه النهار، قالوا لي دول مجانين، يعني معظم ايه اللي حواليا قالوا دول مجانين. ثم يا جماعه يعني انت قلت لهم هتدخل مداخله على موضوع ايه؟ فقال لك دول مجانين. طبعا لا طبعا هو يعني اولا او ناس ثانيه قالت دول اغبياء، وانا عندي بنتين، واحده حريصه جدا وقلوقه راحت قالت ايه؟ لا دول برضو اغبياء. عندي واحده متهوره شويه من البنات راحت قالت ايه؟ انا هعمل زيهم. تخيل دول اللي كانوا حواليا النهارده بعد الغدا. ده معناه ايه؟ ان احنا في المجتمع بتاعنا احنا يمكن في الطب النفسي عندنا حاجه اسمها اضطرابات الشخصيه. ان احنا اولا شخصياتنا مختلفه عن بعض، يعني ده حتى كنت كلمه بحب اقولها، بصمه الانسان عمره ما تتكرر من شخص لشخص. صحيح. شخصيه انسان عمرها ما تبقى ايه شبه شخصيه واحد تاني في الحياه. الشخصيات حتى لو كانوا توائم البصمه مختلفه والشخصيه مختلفه. عندنا نوع انواع اضطرابات الشخصيه، ده الشخصيات اللي بتحب المغامرة.
واكتشفناها حتى في الثمانينات التسعينات ان ليها عامل بيولوجي. يعني ايه عامل بيولوجي؟ يعني عندنا موصل كيميائي اسمه السيروتونين. السيروتونين ده بتاع الايه؟ السعاده والانفعالات، لان الناس عندهم حب المغامره دول يا دكتور محمد عندهم السيروتونين عالي جدا. السيروتونين بطريقه لما جينا عملنا ابحاث علميه وقسناها في الدم وشفنا بعد الوفاه مثلا نسبتهم قد ايه، الناس اللي كانوا عندهم حب المغامره دول، ان دول بيحبوا المغامره، بيفكروا غيرنا، الاحساس بالسعاده غير بقيه الناس العاديه. كده سميناهم اضطرابات في الشخصيه، يعني بعاد عن النورمال، بعاد عن الانسان الطبيعي. عندهم حب لدرجه ان هم تفكيرهم بيبقى دايما ايه؟ يحط هدف. لقينا الناس العاديين يحط هدف سهل المنال، التاني لا، يحط هدف صعب او بعيد المنال. عندهم حتى ايه؟ تفكير الايه؟ المراهنه، المغامره، عقليه اليانصيب، ان انا ممكن اكسب يا نصيب. يقعد 20 سنه يشتري ورقه يا نصيب، بيدفع كل سنه ويخسر. لان الناس اللي عندهم حب المغامره تفكيرهم غيرنا، الشعور باللذه غيرهم، عقلياتهم حتى بيولوجيا وعضويا غيرنا. دول لما نيجي نحلل الخمسه اللي هم مثلا راحوا الباخره، دول واحد مستكشف عنده 77 سنه فرنساوي كان في النيفي بتاع فرنسا وطلع معاش وهو عنده 41 سنه. في خلال ال 37 38 سنه اللي طلعوا معاش نزل 37 مره عند موقع الباخره تايتانيك او السفينه تايتانيك. مش اول مره يعني. واحد الاثنين التانيين اللي هو الاغاني اللي هم الناس بيقولوا ازاي خاطر بنفسه، اللي هو شهزاده داوود وابنه يعين الصغير ده اللي اتظلم 19 سنه. ده عنده دول عقلياتهم الاثرياء بيفكروا برضو غيرنا. بيفكر ان انا انجح على طول، اوصل، بيفكر بس في السعاده. هل هو وصل فعلا للشبع من المتعه الحياه بعد ما بقى ملياردير باكستاني وخد الجنسيه البريطانيه وابنه يعني 19 سنه بيدرس لسه في اولى بيزنس في اسكتلندا؟ دول بيفكروا برضو التفكيرات اللي هي ايه؟ بعيده المنال، المخاطر، انا خلاص عندي ايه؟ الشبع لرغباتي، عايز اجرب تجربه جديده، عايز اجرب اشتغل في الطيران، عايز اجرب اطلع رحلات بعيده في القطب الشمالي والجنوبي. دي طريقه تفكيرهم، ان هو حصل على كل حاجه، المال والجاه والسلطه والكلام ده. يعني هنا الشخصيات احيانا بتميل الى ده، يعني في التحدي وبتجد سعاده في ده. يعني الناس اللي بتعيب احيانا على هذه الانماط المفروض ان هي تبقى متفهمه انه هو بيلاقي جزء من سعادته في هذا الموضوع. أنا بشكرك جدا دكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي يعني على هذا التحليل. خلينا نروح لموضوع مهم جدا. كلمنا الأسبوع اللي فات على إعلان رئيس حزب الوفد دكتور عبد السند يمامة لنفسه كمرشحا، وصدر هذا الأمر في جريدة الوفد، قال بموافقة 90% من العليا. لكن أنا وجدت أنه السياسي الكبير السيد فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد طلع بيان قال أنه في عدد من أعضاء الهيئة العليا كلموه بعد ما أعلن دكتور عبد السند يمامة أنه مرشح الوفد. ناس كلموه قالوا له لأ، إحنا عايزينك تبقى الممثل لحزب الوفد في هذه الانتخابات الرئاسية القادمة. طيب، وهذا البيان بيقول فيه السيد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أشياء كثيرة جدا. احنا هنا بنحاول نقرأ المشهد السياسي ونرسم خريطة للمشهد السياسي. طيب، لماذا أصدر السيد فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد هذا البيان؟ ما الذي وراءه؟ كيف يفكر في المشهد السياسي؟ خلونا نستمع من السياسي الكبير السيد فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ محمد. يعني أنا قريته زي ما ناس كتيرة قروا البيان اللي حضرتك أصدرته، وخليني أسأل السؤال الأولين. يعني بعد ما رئيس حزب الوفد أعلن أنه هو مرشح الحزب بموافقة 90% من الهيئة العليا،
لماذا أصدرت حضرتك هذا البيان؟ يعني إيه الدافع وراءه؟ أولا موافقة أعضاء الهيئة العليا ده في اجتماع غير رسمي. الهيئة العليا لم تجتمع حتى الآن اجتماعا رسميا لتقرر من حيث المبدأ دخول الانتخابات من عدم. أدي واحد. تمام. اثنين، من المقرر أن الهيئة العليا هتجتمع يوم الحد القادم. تمام. اثنين، بالنسبة للقرار بتاعي أو البيان أنا أصدرته، أولا حق الترشح ده حق طبقا للائحة الداخلية للحزب طبقا للمادة 19 المقرر. من حق أي عضو من أعضاء الهيئة العليا أن يتقدم للترشح. وإذا كان هناك أكثر من مرشح تمام بيتم عرض الأمر على الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية للحزب، هي اللي تقرر من الذي سيتقدم للترشح. يعني وكأن قدام انتخابات داخليه في الحزب لمن يمثله في الانتخابات الرئاسيه. ايوه بالظبط كده. طيب يعني ادي الامر من الاقصى والاقل. طب انا اقصد ونفس الدكتور عبد السند ادلى بهذا في الحلقه مع الاستاذ مصطفى بكري. انا لما يكون في اكثر مرشح بيعرض الامر على الهيئة العمومية. يعني هو هنا فندم هو أعلن أنه هو بيرغب في الترشح، هذا حقه بالضبط. حضرتك أعلنت على الجانب الآخر أيضا أنه بناء أو نزولا على يعني ما قاله عدد من أعضاء الهيئة العليا لحضرتك، فأنت أيضا بتطرح نفسك هنا في المرحلة الأولى على الهيئة العليا للحزب، مش كده؟ على الجمعية العمومية للحزب يعني. أيوة. فما بين حضرتك والدكتور عبد السند ويمكن أيوة ان ويمكن انه في اخرين كمان يعلنوا، فيبقى ممكن. هنا الجمعيه العموميه تختار ما بينكم، ان حد مترشح بكره هذا حقه ايضا. والهيئه الوفديه هي الفاصله بالظبط. طيب تمام يا فندم. حضرتك شايف لا يعني معانا انت حضرتك معانا فرصه بقى ان احنا يعني نفتح المجال اوسع شويه. يعني شايف المشهد اللي بيقودنا للانتخابات الرئاسية ازاي ومساهمة الوفد؟ يعني في الانتخابات في 2018 الوفد ما شاركش. طب النهاردة الدكتور عبد السند بيعلن بيقول ان انا ممكن ابقى ممثل وفد، حضرتك في ناس بيطالبوك. طب هنا ايه اللي اتغير عشان الموقف يتغير من 18 للانتخابات كل بتاع السنة؟ وقت له أدان يا فندم، كل وقت له مشهد سياسي. تمام. في المرات السابقة ممكن الوفد ما يرشحش، لكن المرة دي ممكن يرشح. وممكن الهيئة الوفدية أو يعني القرار مش قرار في إيد المرشح نفسه، قرار الهيئة العليا وقرار الجمعية العمومية. يعني إحنا لسه ما زلنا إنه الهيئة العليا ممكن إن هي تاخد قرار بإن هي تنزل حد أو ما تنزلش أساس، أو ما تخش انتخابات نهائياً. من الأساس. هذا أمر وارد. ثم المرحلة اللي بعدها بقى إنه لو قالوا إن إحنا هنشارك في الانتخابات بالزبط. يبقى نشوف بالزبط. مين اللي بيمثلنا. بالظبط كده يا فندم. تمام. طيب شكراً. طيب مع السلامة. شكراً. السلام. بشكرك. هو السيد فؤاد بدراوي كان بس بيوضح، لانه في ناس كتيره تعاملت خلاص مع انه الدكتور عبد السند يمامه ان هو المرشح في الانتخابات الرئاسيه، فهو بيوضح انه الهيئه العليا هي هتقول انه الحزب يدخل او ما يدخلش، ثم انه اذا قرروا ان هم يدخلوا يبقى في اكتر من عضو او اكتر من يعني شخصيه من الوفد، فيختاروا ما بينهم مين اللي يبقى ممثل لحزب الوفد في انتخابات رئاسيه. فممكن الجمعية العمومية للحزب يستقروا على الدكتور عبد السند يمامة، أو أنهم يستقروا على السيد فؤاد بدراوي، أو أنهم يستقروا على يعني آخر أيا كان اسمه. على أي حال المشهد السياسي في مصر بينفتح بشكل كبير جدا، وأعتقد الانتخابات الرئاسية مناسبة لكل الأطياف السياسية أنها تعبر عن رأيها وأنها تتكلم، واللي عاوز يترشح يترشح، المهم يبقى عنده طرح يتناسب مع قيمة اللي حاصل في البلد الآن. طيب احنا النهاردة عندنا فقرة مهمة جدا هيكون ضيفي فيها الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر. دكتور أبو عاصي وصل يا شباب مش كده؟ طيب فلأنه الحقيقة
يعني داخلين على موسم الحج، بس احنا لما بنتناقش مع دكتور ابو عاصي بيبقى عندنا الحقيقه محاور يمكن اكثر عمقا من يعني الفتاوى او الحج بيتم ازاي او يعني، فانتظروا معانا هذا الحوار. لكن عايز اشير الى بعض النصائح اللي نشرتها النهارده وزاره الصحه. ناس داخلين على العيد والاكل، وناس كتيرة بتطلع من العيد والسلوك بتاع الأكل ده بشكل يعني صعب شوية. طيب خلونا أقول لحضراتكم النهاردة على صفحة وزارة الصحة بعض النصايح اللي أتمنى أن الناس ممكن تستمع إليها، وإن كان فرحة العيد بتنسي الناس يعني. يعني من أهم النصايح مثلا نصايح الصحة لعيد آمن، أنه عندنا النصايح شباب تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم والإكسار. احنا هنا الأول عدم تجميد، لا تعالوا عدم تجميد ماشي، عدم تجميد اللحوم أكثر من مرة، فاللحوم الطازجة تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح، والدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح واللون القاتم يدل على قرب فساد. دي النصيحة الأولى. طيب النصيحة الثانية عندكم إيه يا شباب؟ إنه يجب شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوق بها، وعدم شراء أي لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة. الثالثة، النصيحة الثالثة، التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم مما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان. النصيحة الرابعة اللي كنا بنقرأ فيها في الأول اللي هي تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلا، ناس بيحلالها أن هي تأكل بالليل، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على الدهون والنشويات والكربوهيدرات، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات في كل وقت. عايز تقول لك انت قاعد تقول لنا نصايح عن اللحمه واللحمه غاليه، يعني اللي هو ايه الناس اللي هتقدر تجيب اللحمه يعني تتحرى انها تعمل هذه النصايح او تسمع لهذه النصايح. وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم بالدكتور محمد سالم ابو عاصي. اهلا بحضراتكم من جديد. تعودت وعودت حضراتكم انه احنا يعني من ان لاخر بيكون ضيفي هو العلامه الكبير الدكتور محمد سالم ابو عاصي، عميد كليه الدراسات العليا الاسبق بجامعه الازهر. يمكن احنا داخلين على ايام او كما اسميه يعني موسم روحي. للاسف الشديد انه مفروض انه الروحانيات تبقى ملاصقة للإنسان طول الوقت، لكن إحنا عندنا مواسم روحانية. موسم الحج الحقيقة فيه كثير من الكلام اللي ممكن يقال بين ما هو ديني وما هو اجتماعي وما هو حتى سياسي وما هو إنساني. وكما تعودنا أنه إحنا بنطرح كثير من الأفكار، يعني أنا أبحث عند الدكتور سالم أبو عاصي عن الأفكار والآراء يمكن أكثر من الفتاوى. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب. نورنا. المشاهدين جميعا بخير يا رب. يعني ما بين النداء الاول اللي هو واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، الى هذا العام، هذه الرحله لهذه الفريضه، ما الذي يمكن أن تضيفه للإنسان بعد ما أنه أنك بتستجيب للفريضة لأنها فرض، يعني أنت بتؤدي الفريضة لأنه ربنا فرضها، لكن ما الذي تضيفه الحكمة من هذه الفريضة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحج كما تفضلت عبادة قديمة جديدة، فالله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
كل العبادات لها حكم آه ولها مقاصد ولها أسرار. وإن كان الأمر كما تفضلت إنه الحكمة الأصلية الأساسية أن الإنسان يتعبد لله، لكن في الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، الصيام لعلكم تتقون، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل العبادات معللة كما رأينا في هذه الآيات. من ضمن هذه العبادات الفريضة العظيمة فريضة الحج، فالقرآن نفسه جاء بالحكمة وجاء بالسر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فكل العبادات لها أغراض روحية ولها أغراض اجتماعية، ليشهدوا منافع لهم دي حكمة اجتماعية، منفعة تعود مصلحة تعود إلى الإنسان، ويذكر اسم الله دي الفائدة الروحية. فما فيش عبادة في الإسلام تعزل بين الدنيا والآخرة، إنما تأتي بمصلحة لك في الدنيا وتأتي بمصلحة لك في الآخرة. للأسف الشديد إحنا بقى بنربط العبادات بالمصالح الأخروية فقط. مفترض إن إحنا نربط العبادات بالمصالح أو بالمنافع الدنيوية، ونربط العبادات بالمصالح الأخروية. طيب لو سألت حضرتك، ويمكن اتكلمنا في ده قبل كده، انه تفاعل المسلمين مع هذه العبادات، مع الصلاة مع الزكاة مع الصيام مع الحج الآن، هذا التفاعل بياخد العبادة وبيبقى فيه سلوك احيانا الناس تعتقد انه متفق مع هذه العبادات ومع حكمتها رغم انه هو ابعد ما يكون عنها. احنا كنا قلنا قبل كده حاجة وهي مهمة جدا. للأسف ان العبادات او الامور في الاسلام في الاعم الاغلب تحولت لدى الناس الى عادات. فاصبحت مشكلة. يعني مثلا انا ربما اذكر لك حاجة مهمة جدا. يعني انا الان لو قلت في خطبة جمعة ولا في المنبر هذا، تعالوا نبحث عن بديل للحج. بديل الحج تكفر على طول الذي حج الحج لأنه عبادة شاقة. يعني العبادات في الإسلام هناك عبادات بدنية فقط زي الصلاة والصيام، هناك عبادة مالية فقط زي الزكاة، هناك عبادة مالية وبدنية الحج لمن استطاع بدنيا واستطاع ماليا. فالعبادة لما تكون تجمع بين الأمرين بدنية ودينية تكون عبادة شقة. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الحج مرة في العمر، مرة في العمر. صلاة 5 مرات كما نعلم في اليوم، زكاة يعني لها توقيتات، زكاة كل عام، صيام كل سنة، كل سنة. إنما الحج الفريضة الوحيدة مرة في العمر. يعني الإنسان إذا حج مرة واحدة في العمر تكفيه، سقطت عنه الفريضة تكفيه. العادة إيه؟ العادة ان انا تعودت اذهب كل فترة الى البيت الحرام، فاصبحت مش عبادة بالدرجة الاولى، اصبحت عادة. واسمح لي اذكر لك حاجة مهمة جدا. كان هناك في العراق عالم من المتصوفة الربانيين، يعني من الزهاد، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي بيت كله بيت زهد وبيت ورع وكذا. جاء أحد الناس وقال له أنا ذاهب إلى الحج فأوصني، طبعا حج للمرة غير الفريضة. فقال له أنت ذاهب عبادة وزهادة لله ولا أنت ذاهب اشتياق إلى البيت؟ قال له اشتياق إلى البيت. قال له طيب بكم تتكلف الحج؟ قال له 1000 دينار، كان مبلغ كبير في ذاك الوقت. قال له طيب أدلك على عبادة تعدل الحج 100 مرة وأنت جالس في بلدك دون أن تخرج؟ قال له ما هي؟ قال له ابحث عن فقير سد فقره، عن مدين سد دينه، عن أرملة، عن يتيم. بدأ يرشده إلى نماذج في المجتمع. في الآخر قال نفس الكلمة اللي احنا بنقولها، قال له لكني أنا يعني أشتاق إلى البيت. فرد بشر حافي
قال له المال عندما يتكسب من الأوساخ، أسف في التعبير، يعني يشوبه شيء من الحرام وكذا، فإنه لا يعني يطمئن قلبك إلا أن تذهب إلى البيت. أنا طبعا لا أقول كل الناس هكذا، لكن الإنسان اللي حج مرة وأدى الفريضة مرة يمكنه أن هو يقوم بالمساعدة الاجتماعية في البلد ويساعد الناس وكذا كذا إلى آخره، فيحصل على الثواب ربما أضعاف أضعاف الحج. يعني إحنا عندنا هنا بعد الحجة الأولى يمكن أن تكون هناك بدائل من عبادات أخرى، بدائل أفضل ثوابا من الحج طبعا بعد الحج الأول، بعد الحج الأولى. أيوة أنت يعني تسقط بها الفريضة، تسقط الفريضة وهناك وجوه كثير للخير تعملها، يبقى ثوابها أكتر من الحج، بديل للحج بعد الحجة الأولى بالظبط، عشان الناس نبقى مأكدين يعني على هذا المعنى. الناس الآن كلنا يعلم أننا نمر بظرف اقتصادي صحيح، ما هو ده اللي أنا صندوق الآن أنا عايز أخد عايز أخد حضرتك لاقتراح محدد عنده، بس خلينا نطلع فاصل الأول. طيب. يعني فاصل ونعود لاقتراح، يعني من أدوا الحجة الأولى سقط الفرض، طب لما هو يروح يحج تاني الأولى من هذه الحجة إيه؟ خلونا نستمع لذلك من الدكتور محمد سالم أبو عاصي بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، وهذا الحديث مع الاستاذ دكتور محمد سالم ابو عاصي عميد كليه الدراسات العليا الاسبق بجامعه الازهر، وكنا توقفت على انه الانسان اذا ادى فريضه الحج مره تسقط عنه الفريضه. طيب اذا اراد ان يعيد التجربه مره اخرى، فدكتور سالم ابو عاصي بيقول هناك بدائل افضل عند الله من الحج مره اخرى. نعم. كنت حضرتك بتقول أيوه. لو في مثلا عندنا أزمة اقتصادية زي اللي احنا عايشين نعم. في هذه الأزمة المجتمع بيمر بظروف صعبة، في جوعة، في مرضى عاوزين علاج، في أرامل، في يتامى. أنا لما أسعد هؤلاء الناس وأتبرع بمبلغ الحج ليهم أو أتكفل بيتيم أربيه أو أرملة أنفق عليها وكذا، ربما تاخد الثواب اكثر من فريضة الحج، لانه ده اصبح يعني فرض عليك. انما الحج للمرة الثانية نفل سنة. لكن زي ما قلت حضرتك، هو زي ما بيجسد المشهد الرجل اللي راح لبشر الحافي، هو شهوة انه يريد ان رغبة يعني رغبة ان يريد ان يذهب الى البيت او الى البلد الحرام كل عام ان استطاع. ولذلك يعني أنا أؤيد من باب المصلحة المرسلة إن الدول بتاخد قرار إنه تعمل قرعة ويذهب، يعني مفترض مثلا إنه ناخد كل 10 سنين عشان نقنن، بس عندنا قرار بالشكل ده وكسمنا الدول كده، وبعد الدعاب يعترض إن إحنا بنمنع، لا ده من باب المصلحة المرسلة، ولأنه هو اللي بيكرر هم اللي معهم فلوس بالظبط، إحنا من باب المصلحة المرسلة إنك أنت بتحجم أو بتطلع عدد معين، والعدد المعين ده يكون بيحج لأول مرة. فلو إحنا عملنا صندوق الآن وسماه صندوق البديل عن الحج في الثواب، وجمعنا الأموال بتاعة الأثرياء أو الأغنياء أو إلى آخره اللي هم حجوا للمرة الأولى، وجمعنا هذه الأموال وبحثنا عن الأرامل وعن اليتامى والضعفاء والمرضى وصرفنا الأموال عليهم، خير يعود إلى الذي أعطى المال وخير يعود إلى على الناس المحتاجين بالضبط. طب لما تحولت المسألة إلى عادات، العبادات إلى عادات، وده مفتاح مهم جدا، شايف حضرتك إزاي أنه بيبقى في حج وهو مفروض أنه فريضة فيها المشقة والتحمل، فتتحول وكأنه رحلة سياحية ترفيهية فيها كل وسائل الراحة مثلا، يعني روح يحج فتلاقي ويسموها بقى حج 5 نجوم وحج 7 نجوم. هو شوف حضرتك ده يعني لا نختلف فيه كثيرا، لأن الناس من قديم كل على قدر حاله. يعني في واحد ربنا أعطاه من المال وبيحج للمرة الأولى وبيستريح، والتاني مجمع المبلغ وكذا. لكن لا شك أن الثواب عند الله يتفاضل طبعا يعني الذي يسكن في خيمة والذي يجد مشقة في المشي والسفر وكذا وكذا، والتاني بيسافر،
لكن هي القضيه كلها تعود الى النيات. ما انا مش معقوله اكون انا يعني ربنا اعطاني من المال ومن السعه والانسان هيروح يبهدل نفسه. فالناس من قديم متفاوتون في الرزق ومتفاوتون في الحاله الاجتماعيه، فهذا لا باس به، لكن ظني بربي انه يعني لن يعطي هذا مثل ما يعطي الذي يعني حدثت له مشقات وحدث له تعب. طب لو قلت لحضرتك انه احيانا بعض الناس في تكرار الحج او تكرار العمره بيبقى عنده الفلسفه المصريه يعني اللي هو قانون غسيل الذنوب، اللي هو يقول لك يعني ايه، احنا بتروح الحج للحج فترجع كيوم ولدتك امك، فانت بتروح السنه كلها مبهدل الدنيا وتروح تبقى عشان خلاص ترجع تاني. دي قضيه مهمه جدا. مهمه من شقين. يعني بعض الناس بيعزم على المعاصي والكبائر ويقول لك انا السنه دي اطلع حج فامسح كل ده. لا. بتسمع حضرتك ده؟ بتسمعه؟ طبعا. ده غير صحيح. لانه اللي بيذهب الى الحج فرجع من حج فلم يرفث، ولا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته امه. من حج لله. فانت كل ابن ادم خطاء. لا يوجد انسان معصوم سوى الانبياء. وعلى كلام هناك. فأي إنسان بتزل قدمه، فإذا ذهب إلى الحج وزلت قدمك لضعفك لشهوتك لكذا لكذا إلى آخره، ربي سبحانه وتعالى يغفر لك. لكن أنا لا أتعمد ارتكاب كل شيء وأنا عندي اتكال أن أنا أذهب إلى الحج في هذه السنة. وبلاش كده، اللي بيصوم يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسبوا على الله أن الله يغفر له السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو يغفر له سنتين. هل يعني معنى ذلك أن أنا أتجرأ على الكبائر والمعاصي وبعدين أقول ما أنا هصوم يوم عرفة وربنا يغفر لي الذنوب بتاع السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية؟ لا، ليس الأمر هذا. الأمر الثاني بقى المهم، الزاوية الثانية، أنه الناس بتظن أن ربنا يغفر كل الذنوب. يعني إيه؟ يعني واحد واكل ميراث أخته، واحد واكل مال صاحبه، واحد نصب على الناس، واحد واخد حقوق الناس، وانا ذاهب الى الحج وربنا يغفر لي وارجع كيوم ولدتني امي. هذا غير صحيح. لان هناك في الشريعه حقوق الله مبنيه على المسامحه. حقوق العباد مبنيه على المشحه، دي قاعده شرعيه. يعني ربنا يوم القيامه يتسامح في حقه. لكن حقوق العباد مبنيه على كل واحد عاوز حقه. فلن يسامحك الله يوم القيامة في حقوق العباد إلا إذا سامحك العباد. حتى في الحديث الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ده حق العباد، لأنه خلاص اللي عند ربنا هو ربنا بيسامح فيه، إنما حقوق العباد. فأنت ما تروحش ناصب على الناس، واكل أموال الناس، ناصب على أخواتك كذا كذا إلى آخره، وبعدين تقول والله أنا ذاهب للحج وأعود فربنا يغفر لي كل الذنوب. لا، لابد أن تتخلص أولا من حقوق العباد. فربنا يغفر لك الذنوب ويسامحك في الذنوب التي تعود إليه هو. يعني واحد تكاسل عن الصلاة مثلا، فربنا يسامحه. الصيام مثلا ما صامش كذا كذا إلى آخره. لكن حقوق العباد لابد أن ترد الحقوق. يا دكتور، إحنا للأسف، معلش سامحني، اتفضل. المشكلة عندنا انه اصبحت عندنا احاديث في الدين مطبوخة. يعني بنقعد نقول كده كلام مطبوخة. يعني انا اعرف احاديث موضوعة، انما مطبوخة دي يعني احاديث مطبوخة، يعني ما يطلبه المستمعون. المهم انت تقول الكلمتين اللي يعني يدغدغوا المشاعر والناس تقوم، والشيخ فلان وتعالى وندعي وتعالى مش عارف ايه وتعالى كل الكلام ده. ولذلك الناس لما تيجي للأحكام الشرعية وتيجي للبناء الوطني ما بتعيش الناس. لأنه الخطاب كله يحتاج إلى خطاب إنشائي يعني. لا ثمرة له. إنما النهاردة صحيح، لأنه بيتم التأسيس على أنه بالحج فتعود كيوم ولدتك أمك. أنت بتقول لا، واكل كل الحقوق تعمل إيه؟ أنت ليك عندي مثلا 100,000 جنيه واكلهم عليك ورحت حج. يعني مع ذلك ربنا يغفر لي؟ ده معنى ذلك ان الناس تنصب، يعني بهذا المفهوم الناس تنصب وتلم اموال وتروح تحج. ولا خلاص ما ربنا يغفر لي. هل ده منطق؟ لكن لا، انه في ذنوب لا يغفرها الله طبعا، المتعلقه بحقوق العباد.
لابد أن تتخلص من حقوق العباد. لابد كمان أن يكون الحج من مال حلال، ما يكونش من هنا ومن هنا. ده بعض الناس ساعات يتصل بيا يكون طالع بالتزوير وطالع بهربان وعاوز يحج. ازاي يعني؟ يقول لك مثلا ايه، انا هتسرب كده وهدخل مكه من غير احرام عشان ما تمسكش، ما معوش تاشيره او ما معوش اذن للحج. وفي ناس احيانا بتتحال على القرعه، وناس تدفع كذا عشان كل ده معلوم، او يروح العمره اللي قبله ويفضل قاعد ينتظر الحج. كل ده حرام. حرام طبعا. لانه خروج على النظام. انت المفترض انك تتبع النظام للدوله التي تعيش فيها. فمش ده زي ما بيقولوا الجماعات الدينيه، لا دي سياسه ودول وده دين. لا، طاعه ولي الامر واجبه. يعني اذا كان في نظام مثلا السعوديه حطاه، ما ينفعش تتحايل عليه طبعا، وتعتبر الإسلام دي فوق النظام سلطان، وفوق السلطان برهان من العقل والشرع. ده كلام ابن خلدون. يعني انت لازم تتبع النظام ما دام النظام ده بيسعى لمصلحتك. يعني هم لما بياخدوا اعداد محدده في الحج، ده لمصلحتك، خوفا من الزحام ومن القتل، والناس ممكن تموت، والناس تموت وكذا. لما مصر بتعمل هنا كذا نظام لمصالح اقتصاديه، لمصالح الناس برضو، علشان مش كل الاعداد التي ذهبت سنوات تذهب مره ثانيه. فاذا التحايل او ان انت تخرج حرام باي شكل يخالف النظام اللي محطوط ده يعتبر حرام. حرام قولا واحدا. يعني في ناس مثلا راحت في معرض، بيقول لك في معرض مش عارف ايه، فيفضل قاعد وبعدين يدخل هو ومراته. كتير جدا، وده الهربان في مكه وهنا مش عارف ايه علشان يجي الحج وهو موجود. يعني من مال الحلال ولا تتحايل على النظام، التزم بالنظام طبعا. احنا كنا اتكلمنا يمكن مع حضرتك في المساله بتاعت القروض دي، يقول لك قرض الحج انه شوف، هذا كلام كله من وجهه نظري غير صحيح. لانه القران قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن قبل ما اجي دي، في قضيه للاسف الشديد برضو تحتاج الى توضيح. ما هي مهمه الفقيه؟ ما هي مهمه الذي يفتي للناس؟ مهمته الا يوقع الناس في الحيره. يعني العلماء ينصون ان المفتي، اي مفتي يعني، أنت بتسأله المفترض أنه يعطيك القول الميسر الذي لا يوقعك في اضطراب وحاجة، لأنه هو باحث ويقدر يقارن ويقدر يعمل، فيقدر يخلص هو لما يناسب العصر. الكلام بتاع عرض كل حاجة على الناس، هذا كلام لا يتقبله المنطق. يعني الفقيه، مهمة الفقيه ألا يوقع الناس في الحيرة، ألا يوقع الناس في الحيرة. إنما أنا لما تيجي تسألني في مسألة في الطلاق، وانت رجل تعمل مثلا رجل بقال، ما احترمنا لكل وظائف، مش مجالك، فاقول لك والله المساله دي فيها 10 اقوال. يبقى معنى ذلك انت فلان بيقولوا تترك انت عملك بقى وتقعد توازن بين الاقوال وتشوف كذا كذا الى اخره. فدي نقطه. النقطه الثانيه انه العالم ما يبقاش عنده، يعني مثلا يقول لك ابن حزم بيقول كذا. طب احنا لازم نطلع فاصل اضطراري، اتفضل. فهناخد ان هو العالم لا يوقع الناس في الحيره، ونيجي للنقطه الثانيه بعد الفاصل. حاضر. فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار. الدكتور محمد سالم ابو عاصي. اهلا بكم من جديد، وهذا الجزء الاخير من حديثي مع الدكتور محمد سالم ابو عاصي، عميد كليه الدراسات العليا الاسبق بجامعه الازهر. دكتور سالم، كنا قلنا انه الفقيه مهمته انه ما يوقعش الناس في حيره، يعني ما يستعرضش اقوال وبعدين يسيب الناس تختار. لانه حتى كما ذكرت حضرتك قبل كده، انه في اقوال لا تناسب مجتمعنا الان. يعني مثلا خلينا نبقى صراحه، قتل المسلم بغير المسلم، في كلام في الفقه في خلاف. فانت لو تعرض كل، يقولوا انه لا يقتل المسلم بغير مسلم. فالان الشافعيه يقول لك لا يقتل المسلم بغير المسلم. فانت الان تعرض كل هذه الاقوال في 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 بلد انت تدعو فيها الى المواطنه؟ لا طبعا. ولا انت تختار القول؟ ده هو هنا يبقى قول او راي شاذ. بالظبط. انت الان تعلن قول ابي حنيفه وكتبنا عليهم فيه ان النفس بالنفس. ما فيش حاجه اسمها مسلم وغير مسلم، اللي قتل كذا صحيح. ده لكن تعرض كل الاقوال، فده يوقع الناس في الحيره.
الأمر الثاني الناس كلها ليسوا متفرغين اللي هو يقعد يقارن بين الأقوال ويوازن وكذا كذا إلى آخره. الأمر الثالث يعني أنت لما بتعرض تعرض الأقوال التي تستند إلى المعقولية وتستند إلى النصوص الشرعية. لكن أنا ماجي مثلا يعني الذي يستشهد بابن حزم مثلا في الأضاحي أو كذا إلى آخره، أنا أسأله هل أنت تتقبل فلسفة ابن حزم في التشريع؟ يعني ابن حزم رجل يرفض المقاصد ويرفض القياس ويرفض تعليل الأحكام، هل هناك فقيه يستغني الآن أو قديما هناك فقيه يستغني عن القياس أو عن المقاصد أو عن علل الأحكام؟ ولا أنا ما أحب أخرج وأعمل يعني أيوة. طب خلينا لأنه في مسألة الأضحية دي تحديدا صار جدل بمسألة أنك تضحي بفرخة بفروج، يعني شايف الحكاية دي ازاي؟ يعني انت فتحت لي الحديث ليها. الأئمة المعتبرون قالوا ان الأضحية من الأنعام البقر والإبل والغنم، تمام. الظاهرية قالوا بأي طير، تمام. الآن القرآن لما أمرنا بالأضحية مش اقتداء بسيدنا إبراهيم، صحيح، تمام، في عندما أمر الله بذبح إسماعيل، ماذا يقول القرآن؟ يقول وفديناه بذبح عظيم. هل الفرخة ذبح عظيم؟ لا مش عظيم قوي، بس هو ممكن الوقت في ارتفاع الأسعار تبقى عظيم. لا يعني لكن يعني لكن يعني أولا الأضحية أبو حنيفة يقول واجب، لكن واجب على أهل اليسار، يعني واجب على الغني، غير أبو حنيفة الأئمة الآخرون يقولون الأضحية سنة. إيه اللي يضطر أنك أنت أو تفتي بأن الناس تقترض للأضحية؟ أنا أقترض لسنة؟ يعني أنا أتلبس بدين في ذمتي؟ يعني هنا أنت ما معكش ما تضحيش لأنه سنة حتى لو معايا. يعني هو فكرة أنك تضحي ويقول له طب ضحي بفرخة وكأنها فرض. لا هو حتى الذين قالوا بفرخة أو بطير سموها أضحية على سبيل المجاز، مش أضحية حقيقية. لكن بتكلم في نقطة تانية، يعني وهي نقطة خطيرة. الآن يقول لك أضحيتك بالتقسيط، أضحيتك بالقرض، تعال خد قرض وضحي. أنا لماذا أقترض لأمر عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة سنة؟ ألتبس أو أتلبس بدين عشان سنة؟ طيب لا يجوز. نروح لأبو حنيفة. أبو حنيفة قال واجب، والواجب عنده درجة أقل من الفرض وأعلى من السنة، يعني هي وسط، لأنه أبو حنيفة يفرق بين الفرض وبين الواجب. أبو حنيفة قال هي واجب على أهل اليسار، يعني هي واجب على الغني. الذي يقترض يا جماعة يبقى غني؟ لا طبعا. يبقى أنا لماذا أنا أقول أضحية بالقرض؟ لماذا أنا أقول حج بالقرض؟ إذا كان ربنا قال من استطاع إليه سبيلا، استطاع البدنية والاستطاع المالية، أروح أنا أقول له لا اقترض وتكفل وتحمل فوق حاجتك؟ إذا كان يقول لك أنت عندما تذهب إلى الحج تكون مستطيع، عندك الزاد والراحلة باللغة القديمة اللي جت في بعض الأحاديث، وباللغة المعاصرة عندك نفقة السفر والعودة والإقامة فاضلا عن حاجتك وحاجات أولادك، صحيح. انما انا راح سايب فلوس يعني انا راح اقترض عشان اذهب الى فريضه الحج. طب يعني قول حضرتك انه من دعا للتضحيه بالفرخ ده امر يخالف القران. يخالف القران، لان القران قال وفديناه بذبح عظيم. ده يخالف القران. لكن انا عايز اقول انه خلاص السنه المعتاده العمليه المنقوله عبر القرون انها من الانعام، البقر والغنم والابل. يبقى احنا لما نقول ضحي بفرخه ده كلام الظاهريه، لماذا انا اذهب اليه وربما ليس له من الاستناد القوي اللغوي ولا الشرعي ما يؤيده؟ ثم انت تاخذ بالظاهريه في دي. طيب هل انت تاخذ بالظاهريه في انكار المقاصد مثلا، في انكار علل الاحكام، في انكار القياس؟ مش كده. ده مش يا دكتور، العالم الذي يتصدر للناس فتاوى وأحاديث لازم يبقى له منهج، منهج ماشي عليه، اختاره اخططه لنفسه. لكن انك انت بتروح
يعني انه تاخد الاسهل من كل حاجه، او يعني بحجه تيسير على الناس ده كويس. انا مثلا انا من رايي انني اتبنى مذهب التيسير في الحج. يعني انا مثلا لما ذهبت الى الحج كنت افتي كل الناس بالتيسير، يعني المبيت بمنى عند ابي حنيفه ليس بواجب، ومنى موقع صغير والناس تزدحم، ومعظم الموت كان يحدث في منى. ابو حنيفه يقول المبيت بمنى سنه، فلماذا انا اكلف الناس بالمبيت بمنى على مذهب غير ابي حنيفه انه واجب؟ يعني التيسير كويس، لكن انت تستند لراي التي لا مستند من العقل ومن الشرع، مش اي راي انا الاقيه فاقوله. ولا لو عرضت على حضرتك دلوقتي اي مساله اجيب لك اراء ربما تسمعها لاول مره، لا يمكن. ان الانسان الفقه مليان والاجتهادات الفقهيه مليانه الاراء، وذلك العلماء يقولون لا ينبغي ان يفتى الا بالراجح. الا متى نفتي بالمرجوح؟ قالوا اذا كان يحقق مصلحه للناس. فرق بين الراجح والمرجوح. بالظبط. الراجح الذي له ادله تقويه وله معقوليه، المرجوح ملوش ادله، او ادله ضعيفه. طيب اخيرا من يعود؟ يعني بيجي اللي هو حتى جاي بيقول لك انا كيوم ولادتهم، وبعدين المطلوب من اللي بيرجع من الفريضه زي الحج، فريضه عظيمه يعني مشقه، ما الذي يجب عليه؟ اولا العلماء يقولون ان من علامات الحج المقبول ان تعود بعد الحج على حال غير ما كنت عليه. يعني مثلا انسان كان سلوكه سيء، اذا تغير سلوكك الى سلوك مستقيم بعد الحج اعلم ان دي علامه من علامات القبول. انما انا عندما اذهب الى الحج واعود كما كنت او اسوا مما كنت فما الفائده؟ يعني المفترض انه هذه الفريضه تغير السلوك، تعيدك انسان من جديد، صفحه بيضاء كيوم ولدته امه. صحيح. انما انا عندما اعود بجد يعني بجد. طيب انا بشكر حضرتك جدا، كل سنه وانت طيب، ودايما كده يعني بنلجأ ليك بنستزيد من علمك وفقهك. الأستاذ دكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا أزغ بجامعة الأزهر، بشكرك وشكرا لحضراتكم على متابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله، وتصبحون على وقت.